مساء الخير على الجميع ومرحب بكم في حلقة جديدة من نضالهن. حلقتنا اليوم لمناقشة حقوق المرأة في الوثيقة الدستورية. أرحب بضيوفي داخل الاستوديو، أرحب بالباحثة والناشطة النسوية دكتورة عشا الكارب، مرحب بك. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. أرحب أيضا بالأستاذ المحامي والقيادي بالحرية والتغيير الأستاذ طارق صديق كانديك، مرحب بك. مرحبا، اهلا وسهلا بك وبالسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات، اهلا وسهلا. مرحب بالمشاهدات والمشاهدين، وفي البداية بنترحم بمن ضحوا بأرواحهم من أجل قيم الحرية والديمقراطية، أيضا بنترحم على فقيدة الحركة النسوية والحركة السياسية الأستاذة زينب بدر الدين، ومرحب بكم. محطة خارجية ونرجع. تمر هذه الأيام الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع النهائي عليها في 17 من أغسطس من العام الماضي 2019 بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، التي تم التوافق عليها بعد مفاوضات دامت لأكثر من 3 أشهر منذ سقوط النظام البائد في 11 أبريل كنتاج لثورة ديسمبر المجيدة التي انطلقت شرارتها الأولى في 6 ديسمبر في العام 2018 بمنطقة مايرنو بمظاهرات صغيرة، ثم بدأت في الانتشار في بقية بقاع ومدن السودان رفضا للنظام البائد من خلال المقاومة كنتاج لفعل تراكمي عبر سنين عديدة. فاتفق الجميع على ضرورة سقوط النظام، تسقط بس من أجل تحقيق الحرية، السلام والعدالة، فكانت الثورة خيار الشعب عبر مظاهرات ومواكب ووقفات احتجاجية واعتصامات في الميادين، ثم اعتصام القيادة العامة في 6 أبريل، إضافة إلى أشكال الرفض الأخرى التي ابتدعها الثوار والثائرات. فكانت المقاومة الثورية بمشاركة جميع مكونات وفئات المجتمع، وكان حضور النساء والشباب من الجنسين الأكبر رغما عن البطش والعنف الذي مورس ضدهن، وخصوصا تجاه النساء والفتيات. فإرادة المرأة في التغيير كانت أقوى مما جعلها شريكة أصيلة في الفعل والعمل الدؤوب، بغض النظر عن الفئة العمرية أو الاتجاه الفكري أو السياسي أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي التي تنتمي إليه. كانت مشاركتها تفوق 65% في كافة عمليات المقاومة رفضا للنظام البائد الذي ناصبها العداء منذ مجيئه وقنن لقاحها من خلال قوانينه وسياسته المعادية للنساء. فنالت نصيبها من التشريد والفصل لصالح العام والاحتقال والتعذيب والجلد طيلة عمر النظام، ومن أجل تحقيق قيم الحرية والديمقراطية والعدالة التي خرجت من أجلها الثورة، كانت الوثيقة الدستورية كميثاق لتسهيل عملية إدارة الفترة الانتقالية والمساهمة في عملية الانتقال السلمي للسلطة. فمن ضمن النصوص التي نصت عليها الوثيقة هي وثيقة الحقوق التي تعتبر كعهد بين أهل السودان وحكوماتهم بغض النظر عن النوع أو الجنس أو الدين. فهل نالت المرأة السودانية حقوقها كاملة في الوثيقة الدستورية بقدر عطائها؟ رجعنا تاني ومرحب بكم مرة تانية. مرحب دكتور عشا، مرحب أستاذ طارق. فبيبقى السؤال، هل نالت المرأة السودانية حقوقها كاملة؟ سؤال صعب، لكن يعني الإجابة المباشرة له من غير أي تورية لا، ما نالت حقوقها كاملة. رغم أنه هسي في التقرير واضح أنه قدر شنو النساء السودانيات كانوا جزء أصيل من الثورة، ونحن دائما بنتكلم عن أنه ثورة بتاعة ديسمبر هي كانت ثورة بتاعة وعي وثورة بتاعة تغيير المفاهيم، وأنه حتى الشعارات بتاعة الثورة ذات اللي هو جزء منها كبير جدا صنعة نسوية، يعني الشعارات نفسها
هي ما كانت شعارات، أنا دائما قاعد أقول عليها كانت قرارات، يعني قرار الشعب السوداني قرر إنه حرية سلام وعدالة، ودي ما كانت من غير معنى. ونحن كنساء أو كل النساء السودانيات كانوا لما نقول حرية قاصدين إنه هم مفترض ينالوا حريتهم كاملة وسلام بالوعي بتاع إنه المرأة السودانية تضررت تضرر كامل جدا من الحروب ومن النزاعات وكده، وعدالة لأنه مهمة شديدة جدا المسألة بتاعت المساواة والمسألة بتاعت الندية في 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 أي حاجة، يعني في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وكده. عشان كده مهم شديد جدا جدا التطلعات بتاعت النساء من ثورة ديسمبر، كانت تطلعات تطلعات مشروعة، لكن هي كانت تطلعات فيها كثير من الأمل وفيها كثير من الطموح، لأنه فعلا نحن كنساء سودانيات ننال حقنا كامل يعني. وحقيقة أثناء الثورة نفسها النساء السودانيات في 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 مختلف السودان وفي المنابر كانوا يعني تحدثوا بطلاقة وبإيمان قوي إنهم هم بعد حقوق ما بتنازلوا منها، وعبروا عن المسألة دي في شكل بتاع ندوات غير الهتافات، يعني في شكل بتاعت ندوات، في شكل بتاعت وقفات. وعليه أنا بعتقد إنه هي رحلة صعبة بالنسبة لنا نحن كنساء سودانيات، كنا بنأمل في إنه المرأة السودانية تلقى حظها الكامل باختصار شديد جدا وبطريقة ميكانيكية، لأننا نص المجتمع، يعني النساء نص المجتمع، في نفس الوقت شارك مشاركة فعلة وما في أي زول بيقدر ينتقص منها. مش بس في ثورة ديسمبر اللي هي أنا بعتقد إنها ما بدت في ديسمبر، لكن في مقاومة النظام السابق من بدايته لغاية نهايته. فالإجابة باختصار لا، وبعد ذلك ممكن نفصل أكثر من الكلام اللي أنا قلته هسه. أستاذ طارق، وأنت قيادي بالحرية والتغيير، فهل كانت الوثيقة ملبية ومنحت النساء حقوقهم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية سعيد بالمشاركة في هذه الحلقة للحديث حول نضال النساء في السودان، وأسمحوا لي أن أترحم على اللواتي ذهبنا إلى العالم الآخر، وأخيرا وليس آخرا الأستاذة زينب بدر الدين. ومن قبل ذلك التحية لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة ولأسر أولئك الشهداء الذين ظلوا أو اللواتي ظللنا النساء فيها طوال عمر الإنغاز، هم متمسكات بعدالة هذه القضية ومسهمات في الشأن العام. كذلك سعادة في أنه أنا أتحدث عن زميلاتي ورفيقاتي في هذه أو في هذا المشوار الطويل من 89 حتى الآن. هذه الثورة كما تفضلت الدكتورة لم تقوم يعني في ديسمبر، يعني لم تتم في ديسمبر، هي جراء نتاج لتراكمات عديدة. هذه التراكمات أسهمت فيها المرأة السودانية بشكل عام بشكل محوري لا يمكن أن تخطئ أي عين. وبالتالي مسألة معالجة حقوق هذه المرأة في الوثيقة الدستورية لا ينبغي أن تكون هي محل وكأنما تفضلا أو كأنما هي منا من الرجال للنساء. لا، هذا هو الديباجة الأساسية في هذه الوثيقة، تحدثت من الديباجة إقرارا بدور المرأة السودانية في هذه الثورة المجيدة، وبالتالي الإقرار بهذا الدور ينبغي أن ينعكس على الحقوق والواجبات التي نظمتها هذه الوثيقة. أنا أتفق مع الدكتورة في أنه هي لم تنل حقوق كاملة، لكن بالرغم من النصوص العديدة التي حاولت الوثيقة أنها تعالج، نحن قبل الوثيقة حتى في التفاوض شاركت المرأة، حتى في كتابة الوثيقة شاركت المرأة، ومن قبل ذلك كله طبعا مشاركتها الأساسية في الثورة بمختلف المراحل بمختلف الطرق. وبالتالي مسألة تنظيم حقوقها هي حقوق نظمت الوثيقة في أكثر من مكان، يمكننا أنه نمر على هذه المواقف التي ذكر فيها كيفية تنظيم حق المرأة. مسألة إنها هي المرأة نصف المجتمع،
وبالتالي ميكانيكيا مفروض يكون عند نحن هنا ناخذ وقفه في انه الاصل انه يكون الحق ده مكفول بالتساوي للجميع، والذي يفضل هذا الرجل على المرأة هو التأهيل، وهو التأهيل المهني في المكان المعني المفروض تشغل الوظيفة المهنية والمعنية تشغل مرأة أو رجل. لذلك حتى النسبة اللي تحدثت عنها الوثيقة، إذا فصلنا زيادة في الحديث، هذه النسبة تم الحوار حولها بشكل عميق، وممكن في يعني أثناء زي ما كمان تفضل الدكتورة أثناء الحلقة نجاوب على العديد من الحاجات المتعلقة بالنسبة وهكذا. طيب خلونا نشوف النصوص اللي تكلمت عنها الوثيقة. ممكن أعلق على حاجة قبل كده؟ جدا تفضل. اللي هو مسألة التأهيل المهني دي، لأنه دي أصلا يعني حقيقة شماعة يعني قاعدة تتعلق لنا نحن طوالي كنساء، وكأن الرجال بحكم إنهم رجال هم مؤهلين بس بحكم رجولتهم يعني. وأنا بعتقد إنه التطور السياسي في السودان يعني أول حكومة كانت بعد الاستقلال، إذا قارناها هسا من ناحية تأهيل ومن ناحية يعني مستوى بتاع التعليم وكده، ما 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 كان ما كان في تأهيل من المستوى ده، لكن الناس ما قالوا والله لأنه الرجال ما مؤهلين إحنا ما حنقوم حكومة. وأصلاً التأهيل بيجي كيف؟ بيجي بأنه بيجي بالممارسة، وبيجي بإعطاء الفرص عشان فعلاً الناس يتأهلوا. لكن رغم كده نحن هسه دي في أي موقع، إذا أخذنا 100 امرأة في المجال ده و100 رجل في المجال ده، هنلقى أنه نسبة التأهيل متساوية أصلاً، ما في أي 2-3. فأنا بعتقد أنه التأهيل ده شماعة، واصلا هو يعني لا يعني 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 احنا ما اصلا هي في 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 فرقه يعني في في ما نسميه نحن بالفجوه الجندريه. فهذه الفجوه حتظل موجوده للابد اذا نحن ما حاولنا نغطيها. والتغطيه دي بتجي باعطاء الفرص للنساء عشان هم يقدروا ذاتهم يتاهلوا، عشان يقدروا هم يبرزوا قدراتهم يعني. فانا بعتقد انه يعني انا عندي راي كبير جدا في المساله بتاعت التاهيل. المراه السودانيه مؤهله تماما، وهسه دي في الهياكل الهسه بتاعت الحكومه الحاليه تم ترشيح النساء على قدم المساواه مع الرجال، لكن برضو كان في تفضيل للرجال عن النساء، ما بالتاهيل بالمناسبه، لكن لانه احنا عارفين بعد ذاك ممكن نتكلم لقدام انه اللي حصل شنو يعني في نجي للوثيقه ولا بس يبدو توضيح يعني السلسة. توضيح حتى ما الدكتوره تكون ممكن مشت بعيد من فكرتي. انا ما بقول انه الرجال مؤهلين اكثر من النساء، انا قلت انه المساواة المفترضة بموجب الوثيقة الذي يمكن أن يتم التفضيل على أساسه هو التأهيل دمنه على يعني من المؤهل. ممكن تكون هي المرأة أكثر من الرجل، وبالتالي أنا مع الفكرة أنا وليس شماعة يعني. أنا مسألة التأهيل دي في الوظيفة المعنية الوثيقة كفلت الحق على قدم المساواة بدون النظر إلى النوع، وبالتالي بشروط أخرى على رأسها التأهيل، وبالتالي التأهيل ده مش شماعة. لكن الممارسات التي تمت طوال سنين طويلة هي كانت ممكن ينطبق على الكلام اللي تفضلت به. أما الآن الوثيقة الدستورية قالت غض النظر عن النوع متساويين في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية كلها مكفولة على قدم المساواة، ما في تفضيل إلا طيب إذا كلنا متساويين في الحقوق دي، شنو اللي ممكن يخلي الدكتوره تكون هي في مكاني انا او انا في مكانها؟ ده لازم يكون بشيء مرتبط بطبيعه الوظيفه اللي عايزين نأديها بالتاهيل الكافي، غض النظر عن انه بعدين الحاجه دي جابت الدكتوره ولا جابتني انا. ده حديثي انا ما اكثر من كده. طيب حنجي نرجع لانه ده بيجيبنا بعد ذاك، لانه ليه نحن هنا برضو بنتكلم عن التمييز الايجابي. طيب استاذ طارق، انت ذكرت انه الوثيقه نصت على انه على قدم المساواه بغض النظر عن النوع او الجنس او العرق او غيره. طيب هل ده بيعني انه حاليا الوظائف اللي بيشغلوها الرجال في الحكومه او في مناصب الحريه والتغيير، هل ما في نساء كانوا مؤهلات عشان ما يجوا يكونوا في نفس المواقع؟ لا، في اكيد بالضروره في نساء مؤهلات جدا وافضل من الرجال في كثير من المواقع في كثير من المجالات،
ودي مسألة يعني ما محتاجة إنه الناس يعني تغر بها. ظلت المرأة السودانية تجلس في كراسي التعليم مع الرجل من سنين طويلة، وهن رائدات، يعني النساء رائدات في الجانب ده على مستوى العالم العربي وعلى مستوى أفريقيا وعلى مستوى العالم. لذلك الوظائف التي تتحدث عنها هي مش لأنه ما في تأهيل أو لأنه أي سبب ثاني من الأسباب، بقدر ما إنه خلينا نشوف مشاركة المرأة على مستوى هياكل الحكم. ابتداء خلينا نحيد السيدة رئيسة القضاء باعتبار إنه دي يعني دي نقلة كبيرة جدا في إطار تعزيز دور المرأة في مشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة المدنية في السودان. في على حينما اكتملت الوثيقة وتم تشكيل الحكومة المدنية تقلدت المرأة السودانية العديد من الوزارات، وهذه المسائل بالرغم من أنها هي ما كافية لكنها هي خطوة إلى الأمام تماما، كما عبر السيد رئيس الوزراء حينما تم تشكيل تم إعلان تشكيل ولاة الولايات، والتي هذا التشكيل الذي تضمن كذلك بعض النساء، ورؤيته او تعليقه انه هي خطوه غير كافيه لكنها هي خطوه الى الامام، هو غير مرضي هذا الامر لكنها هي خطوه الى الامام. انا كذلك اتفق مع ما تفضل به السيد رئيس الوزراء بانه هذه المشاركات للمراه غير كافيه، نتاج لدورها ولتواجدها في المجتمع لكنها هي خطوه الى الامام. حنرجع لمسألة وجود النساء في هياكل السلطة. دكتور عشا، هل الوثيقة كانت أو الحقوق النصد على الوثيقة هي شاملة لكل فئات النساء؟ لا أبدا طبعا، هي طبعا الوثيقة في ديباجيتها زي ما تفضل أستاذ طارق تكلمت عن الحقوق القائمة على المواطنة، واتكلمت عن أنه ما في يعني تمييز بسبب كده وكده، من ضمنهم التمييز ضد النوع. لكن بعد ذاك أفرزت فصل عن حقوق النساء، وذكرت في بعض المواد بعض الحاجات اللي عندها علاقة بالنساء، لكن الوثيقة نفسها مثلا يعني ضمنيا بتحس إنه ما في ذكر للنساء، يعني حتى لغة كانت حقيقة يعني أنا بالنسبة لي كانت مشكلة، لأن اللغة الموجودة في الوثيقة هي لغة مذكرة يعني أو لغة ما اللغة العربية ما محايدة للنوع لأنه فيها مذكر وفيها مؤنث، فاللغة كلها مذكرة يعني في الوثيقة، لكن الذكر بتاع النساء فقط في المجلس التشريعي بما لا يقل عن 40%، رغم انه انت ممكن تعيلها من الناحيه الايجابيه تقول والله ما هم النساء هسه يدوهم كمان ما لا يقل عن 40%، مع انه هسه لغايه هسه ما في اي زول لما نتكلم معاه بيقول ما لا يقل، دي طوال الناس بتقول حقكم 40%، فهي ال 40 دي الاقل حاجه، طبعا ممكن تمشي ل 100% يعني، لكن المشكله انه ده معناها شنو؟ معناها إنه نحن ما تحدثنا عن النساء في الهياكل الأخرى، كويس؟ وده في رأيي خلل أساسي، لأنه في الحالة دي بندي المجال لأنه نقول والله ما خلاص نحن من 18 والية وأولاء أدينا 2 امرأة ودي خطوة للأمام، من كده وزراء أدينا كده امرأة ودي خطوة للأمام، وأنا بعتقد ده بيتنافى تماما مع ما ذكر في البداية الوثيقة من المسألة بتاعت المساواة. المساواة بالنسبة لي بتعني إنك أنت تدي فرص متساوية وتفتح المجال للنساء على سنهم إنهم يكونوا موجودات. الوثيقة برضو يعني في محلات معينة حقيقة أهملت تماما، يعني مثلا أنا أفتكر خطيتها هنا مثلا في لما تكلمت مثلا عن الصحة مثلا، نحن عارفين إنه النساء في 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 مسألة الصحة عندهم خصوصية يعني لأنهم هم اللي بيحملوا وبيلدوا وبيرضعوا كده، لما جات تتكلم عن المسألة دي قامت
تكلمت عن الصحة العامة أو الصحة الأولية، لكن ما جابت أي سيرة خالص للصحة الإنجابية اللي هي دي حاجة مهمة شديد إنه تصار لنا إحنا بشكل واضح. الوثيقة برضو يعني تقرض لأنها تكلمت عن 13-25، على الرغم من إنه في 13-25 اتخطت تحت الفصل بتاع السلام، يعني ما اتخطت بس بخصوصية المسألة بتاعة السلام، وتكلمت عن 13-25 فقط، يعني ما ذكرت ال القرارات بتاعة مجلس الأمن التابعة ل 13-25، وده طبعا مجال لأنك أنت بعد ذلك تقول أن الوثيقة ما تكلمت عنه. أنا بعتقد أنه يعني إذا نحن بس أخذنا المواد اللي تكلمت عن النساء بمعزل عن عمومية الوثيقة، ممكن نقول هاي في حاجات كويسة جات في الوثيقة عن النساء، يتكلموا عن المواطنة، دونا 40% كده. لكن لما تجي تتكلم عن الوثيقة بشكلها العام باعتبار أنها دي وثيقة الثورة شاركت فيها النساء بشكل واضح جدا جدا، اللي بنتوقع انه يعني في اثناء الثوره ما في زول قال والله النساء ديل ما يعني، بالعكس كان ده واحد من الـ من الـ من الـ من الحاجات الناس بتتكلم عنها باعتبار انه ده شيء ايجابي. حتى يعني الرجال نفسه لما يتكلم عن الثوره السودانيه بيتكلموا عن انه هم ديل النساء وصوتهم، والمظاهره بتبدا بزغروته بتاعت نساء وكده. لكن اول ما جينا رجعنا للهياكل بعد ذاك بقت شنو المفاوضات فيها امراه واحده كويس، واللي هي جايه من وين؟ بس من قول من التجمع القوى المدنيه وهكذا يعني بدا يتقلص بعد ذاك العدد بتاع النساء لغاية ما وصلنا المرحلة بتاعت إنه نحن عارفين إنه رئيس الوزراء رفض القائمة الأولى لأنه ما كان فيها نساء، مهندس المسألة دي رفضها لأنه ما كان فيها نساء، ورجع الثاني وتاني مشت له من غير نساء. فدي ده إشكال كبير جدا جدا، وإشكال بيوري العقلية بتاعت المجتمع السوداني ما قدر ما داير عمم، لكن خلينا نقول بعض النخب الموجودة في المجتمع السوداني لغاية هسي ما قادرة تقتنع يعني ذهنيا إنه النساء عندهم حق متساوي للرجال عشان يكونوا موجودين في كل الهياكل. وأنا أعتقد إنه الوثيقة دي محتاجة يعني نعيلها بشكل واعي جدا جدا لما نجي نتكلم عن العملية الدستورية، يعني لأن هذه الأساس بعد ذاك على أساسه، أنا ما زول قانونية لكن على أساسه يمكن بعد ذاك نتكلم عن تطوير الدستور وكذا، فلازم نعيلها بشكل بري يعني نقدي على أساس إنه حقوقنا تكون موجودة بشكل واضح جدا جدا، رغم إنه الحقوق الموجودة في أي وثيقة أو في أي دستور هي مكفاية، هي ضرورية لكن هي مكفاية. تمام، طيب حنجيب هنا حنطلع محطة خارجية ونرجع تاني. بالرغم من دور المرأة في التاريخ السياسي السوداني وتضحيات العظيمة من لدن الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم باعتبار أنها أول برلمانية في أفريقيا والشرق الأوسط في منتصف الستينات، ودور المرأة العظيم في ثورة ديسمبر المجيدة وما لاقته من مضايقات واعتقالات من النظام البائد وتحرش واغتصاب، ودور العظيم اللي كان بتقوم به في المواكب اللي هي أدت لإسقاط النظام. حتى بنتذكر انه لما تجي الساعه 1 بالضبط الثوره كانت بتنطلق بالزغروته بتاعت الكنداكه. برغم التضحيات والدور العظيم اللي قامت به المراه بنلقى انه الوثيقه الدستوريه حقيقه جاءت مخيبه لتطلعاتها وامالها باعتبار انه حقيقه لم توفيها حقها. فاذا لاحظنا مثلا في الوثيقه لم تنص صراحه على النسبه بتاعت تمثيل المراه في على مستوى هياكل السلطة، ولم تنص على تمثيلها في مجلس الوزراء أو مجلس السيادي، حتى التمثيل لسه في الهياكل بتاعة السلطة حقيقة هو مخيب جدا. يعني بنلقى عندنا عدد 2 والي بالإضافة لوزيرتين رئيس القضاء، ده ما بيتوافق مع الدور اللي قامت به المرأة في الثورة السودانية. قبل توقيع الوثيقة الدستورية كان هناك اتفاق غير ممهور بتوقيع ذلك
بإعطاء المرأة مستحقاتها كلها والمشاركة في إدارة شؤون البلاد مناصفة مع شقيقها الرجل. من هذا المنطلق كان لابد للمرأة أن تحتل مكانها واستحقاقها الطبيعية، وهي استحقاقات وحقوق لها وليس منها. ذكرت الوثيقة أيضا في إنفاذ مهام الفترة الانتقالية في المادة 8 من الوثيقة الدستورية الفقرة 7 بمشاركة بضرورة مشاركة المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية، و يعني محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ولكنها سكتت عن ذكر النسبة أو ذكر مناصفة حقوقها وممارسة حقوقها المدنية والسياسية مناصفة مع شقيقها الرجل. وكان هذا هو العيب في الوثيقة. لو كان ذكر في الوثيقة هكذا ما كنا وصلنا إلى حالة الإنكار الآن بتغيب المرأة عن بعض هياكل الدولة. المادة 24 من الوثيقة الدستورية نصت على مشاركة النساء في المجلس التشريعي بنسبة لا تقل عن 40%، ولكنه كان هذا دهاء سياسي لأن المجلس التشريعي لم يقم، وآلت سلطات المجلس التشريعي إلى مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وبالتالي لتصدر قراراته بالأغلبية أو بالموافقة بالتوافق. فعندما ينعقد مجلس السيادة مع المجلس الوزراء لإنجاز مهام تشريعية نجد إنه تمثيل المرأة لا يمثل حتى 10%، إن 40% ذاتها سقطت. لذلك يعني كان ينبغي تحديد استحقاقات المرأة على أساس المواطنة وتساوي الحقوق والواجبات، وتوليها إدارة شؤون البلاد مناصفة مع الرجل. مرجعيتنا الأساسية هي الوثيقة الدستورية. ثانيا عندنا إعلان قوى الحرية والتغيير. ثالثا عندنا البرنامج بتاع الحكومة الانتقالية نفسها. بالنسبة للوثيقة الدستورية طبعا كان في نصوص اللي هي بتقول إنه مشاركة النساء السياسية في هياكل الحكم هي نسبة 40% تحديدا في المجلس التشريعي. نجي للإعلان بتاع قوى الحرية والتغيير اللي هو بيقول إنه 40% هي النسبة، لكن يمكن أفضل شوية ماشي خطوة لقدام بيقول إنه 40% هي المشاركة بالنسبة لكل الهياكل بتاعت السلطة أو هياكل الحكم في السودان، ودي بتدي براح أكتر بالنسبة للمشاركة النسائية. البرنامج بتاع الحكومة نفسه هو برضو بيعزز إنه المرأة السودانية تكون مشاركة بشكل أكبر في الحكم في السودان، لكن نحن الواقع بتاعنا بقول شنو الواقع والراهن حقنا بقول إنه ما زالت المرأة بتعاني وفي معوقات وتحديات كبيرة جدا في مشاركة المرأة في الحكم في السودان أو في المشاركة السياسية عموما. يعني الجانب القانوني مهم اللي هو طبعا المرأة عندها أو بنقول عموما في العالم عندنا مواثيق دولية كثيرة بعضها مصدق بها هنا في السودان، المصدق بها ذاته ما موجود فعليا اللي هو ما منزل في القوانين المحلية حقتنا عشان نحن نقدر نتعامل بها، والما مصدق عليها لسه نحن راجين إنه بتين نصدق عليها عشان نقدر بعد ذاك نعمل على أساسها. رجعنا ثاني. دكتور عشا وأستاذ طارق، هل عندكم أي تعقيب على المداخلات اللي شاهدناها؟ طيب قبل التعقيب اسمحي لي بالتعقيب بعض الشيء على الذي تفضلت به الدكتورة قبل شوية فيما يتعلق بملاحظاتها حول الوثيقة الدستورية. اللي عايز أقوله في الجانب ده حتى ما نغرق الحلقة بتفاصيل قانونية ما يعني بعيدة، إنه الوثيقة الدستورية نفسها هي غير معنية بتفاصيل التفاصيل. يعني حينما تحدثت الوثيقة الدستورية عن الصحة هي تحدثت عن نص عام، وتجري هذه المسائل وفقا للقانون.
حينما تحدثت عن حقوق يعني الأصل في الوثيقة إنها هي تعبير عن الرأي المبدأ العام، ويفصل هذا المبدأ العام بالقوانين المختلفة في المجالات المختلفة. لذلك من الصعوبة بمكان تفصيل كل ما هي دي حقوق نصت عليها الوثيقة الحقوق والحريات العامة، ومن بين هذه الحقوق في المادة 49 تحدثت عن حقوق المرأة من خلال يعني الإسهام معها وتعزيز دورها فيما يتعلق بمكافحة العادات الضارة، لكن ما كان في إمكانية في الوثيقة الدستورية أن تتناول تفاصيل التفاصيل. هذه التفاصيل معنية بها القوانين، هي المفروض تشرع من الوثيقة دي ما يناسب الحالة المعنية. هذا دل المبدأ العام في القانون. لكن إن شئنا تحدثنا عن التقرير، تحية للأستاذة نوال بقصيصة ومن قبلها الأستاذ عبد الله والأستاذة ندى. والذي تفضل به الأستاذ عبد الله أنا في تقديري هو الذي تحدثنا فيه في الأول، إنه فعلا غير كافي، ونحن متفقين في المسألة دي. الذي جرى من تعيين ومن اختيار للمرأة في أي موقع من مواقع الحكومة المدنية، مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو رئاسة القضاء أو لجان التحقيق المختلفة أو وهكذا، المشاركات غير كافية. أنا متفق مع الذي تفضل فيه. وأستاذة نوال كذلك التحية لها، وهي والتحية كذلك لكافة زميلاتي اللواتي شاركتهن العديد من اللجان من سنين طويلة، ومن بينهم الأستاذة نوال بقصيص وأخريات، أنا أحييهم جميعا. نسبة 40% أستاذة نوال بتقول إنه هي نسبة حتلقوها ما في، يعني لأنه مجلس الوزراء ومجلس السيادة بالاجتماع المشترك حل محل المجلس التشريعي. لكن الذي أود أن أقول إنه المجلس التشريعي الآن في المراحل الأخيرة في إنه يتم الإعلان عن تشكيله، والنسبة دي ما بتمشي، يعني يمشي وين؟ يعني هذا النص ملزم، والناس ينبغي إنه تنسجم مع هذا النص. وأنا من أنصار إنه الزيادة هي النص قال ما لا يقل عن 40%، أنا من أنصار إنه يكون هذا النص هذه النسبة أكثر من 40% على الأقل لمعالجة الإخفاقات اللي تمت في العديد من المراكز القيادية والمراكز المهنية في الدولة. بشكل عام دور المرأة المرجو في جانب ثاني ينبغي إنه برضو الناس تتحدث عنه، المشاركات في العمل العام السياسي، يعني ما بالنسبة، يعني إذا قارنتي المشاركات في العمل العام وقارنتي مجموع المرأة كجندر في السودان بتلقي إنه الناشطات والمتقدمات للعمل العام ما نسبة يعني قليلة جدا مقارنة بالماجوريتي بتاع المرأة نفسها بشكل عام. المسألة دي كمان اسمحوا لي برضو بتحية، نحن في 22 ديسمبر 2018 وعلى خلفية اجتماع للهيئة العامة للإجماع الوطني تم اعتقالنا من دار حزب البعث العربي الاشتراكي 14 قيادي من قوى الإجماع، كانت بيننا التحية للأستاذة حنان نوري، الأستاذة أماني إدريس، والأستاذة منيرة سيد علي، ويعني المسائل يعني شوفي 14 كنا في 3، يعني برضو النسبة مش دارنا أقول إنه شاركا في الفجيعة بتاعت التعذيب ده أو السلب الحرية ده، لكن دار أقول إنه بشكل عام مشاركة المرأة في المسألة دي محتاجة كمان برضو من المرأة النظرية. حارج عليك في النقطة بتاعت مشاركة المرأة وإقرار قوى الإجماع أو كل قوى الحرية والتغيير بمسألة المناصفة، حرجع لي دكتور عشا إذا عندها تعقيب. أنا بتفق طبعا مع كل الكلام الجميل يعني قالوه الأساتذة والأستاذات، بما يعني بتفق معهم جملة وتفصيلة، لكن خليني برجع أرجع للأستاذ طارق في كلامه. أنا طبعا أكيد متأكدة أنه الدستور أو الوثيقة الدستورية ما بتفصل، لكن المشكلة هنا في الصحة فصلت، قالت إنه تتعهد الدولة بتوفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ، فصلت هنا. فكان مفترض
بتوقع انه بما خنوا خطه الصحه الاوليه وخطه خدمات الطوارئ بفترض انها خطه الصحه الانجابيه في الحاله دي. فما يعني ما 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 ما, ما يعني يعني كلامك صح، لكن المشكله انه هي فصلت ونحن متوقع نلقى حقنا فيه. الحاجه الثانيه الكلام عن المشاركه النساء ونسبتهم الضعيفه في المجال العام، كده خلونا نشوف المجال العام ده شنو. يعني احنا بنتكلم عن انه مشاركه النساء فيه ضعيفه ليه؟ لانه المراه السودانيه هي حقيقه، وده ما كلام ساكت يعني كلام بمستقبل بحوث وكذا، المراه السودانيه بتشتغل في اليوم ما لا يقل عن 18 19 20 ساعه. ليه؟ لانه هي بقت مسؤوله من اي حاجه، هي المسؤوله من توفير الاكل، مسؤوله من توفير الشراب، مسؤوله من تامين الاسره. وهنا انا بتكلم عن المراه السودانيه، بتكلم عن كل النساء السودانيات موجودات، شايفينهم في الشوارع بيبيعوا في الشاي، موجودات في الاسر في النازحات وكذا. نحن مشكلتنا انه النمط بتاع الحياه والضغوط الاقتصاديه كان اثر على النساء اكثر من الرجال، وفي نفس الوقت التغيير في الانماط الجندريه وفي العمل التوزيع العمل اليومي يعني كان اثره على النساء اكثر. فعشان كده بنلقى انه خلينا نكون واضحين، الرجال عندهم وقت ذاته لانهم هم بيتوقعوا انه البيت ده مسؤوليه النساء، مفروض يتوفر فيه اي حاجه. ومش كده وبس، خلوا كمان مسؤوليه التعليم على النساء، وهسي بقت المسؤوليه بتاعت الاكل ذاته يتخطى في الترابيزه على النساء. عشان كده نحن يعني 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 وطبعا تقليديا العقليه السودانيه احيانا بيحملوها النساء نفسهم، بتقول انه العمل السياسي اصلا هو بتاع الرجال. عشان كده وانا هنا بتكلم عن العمل الحزبي يعني مش العمل، لانه النساء في منظمات المجتمع المدني، في التنظيمات القاعديه، في اللجان الموجوده، هم موجودات بشكل واسع جدا جدا. فانا ما بقبل الفكره بتاعت انه نسبتهم ضعيفه، نسبتهم عاليه جدا جدا، لكن توزيع العمل بتاعهم مختلف، واللي هو دي حتى الرجال ما عايزين يدخلوا فيها، هم ما عايزين يعني يشاركوا. حتى الرجال المستنيرين للأسف يعني اللي بيتكلموا عن حقوق النساء ومعاهن وكذا، لما تجي لتقسيم العمل ما بيكونوا عايزين يشاركوا في العمل اليومي ده اللي بياخد منا نحن مجهود وبياخد منا طاقة كبيرة جدا جدا، وضروري للحياة نفسها، ضروري للحياة. وأنا بعتقد يا خديجة أنه ده واحد من الأسباب الحسي للمقاومة، مقاومة الرجال أنه النساء يكونوا موجودات في المناصب العليا، لانهم هم مستفيدين من انه النساء بيوفروا لهم الجو اللي بيخليهم هم يعملوا هذا العمل يعني. وبعتقد انه في 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 شويه بتاعت خوف من انه والله النساء دي لو جو معانا في كل المناصب دي، طيب نحن ما عايزين نرجع اخر اليوم نلقى الاكل جاهز، ودارين نلقى هدومنا جاهزه مغسله ومكويه، ودارين نلقى البيت مرتب، وده كله بيعملوا لنا منو، نحن كرجال ما مستعدين ندخل في الحته دي. فالحاجات دي لازم تطرح بعدها على الترابيزه يعني، ما نقعد نضاري المسائل وكذا. نحن لما نتكلم عن المساواه للنساء ما بس بنتكلم عن مزاحمه النساء للرجال في مناصبهم، بنتكلم عن انه الرجال نفسهم برضه يساهموا في العمل اليومي ويساهموا في العمل المنزلي عشان تكون فعلا في مشاركه حقيقيه. وعشان بعد ذاك نحن ما طول الخط بنتكلم عن انه والله النساء ما مؤهلات والنساء ما بيقدروا يعملوا الشغل وكذا. دي مهمه شديد. الوثيقة معليش دي آخر حاجة يعني أقولها، إنه بتتكلم برضو عن تعزيز حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي. أنا والله لغاية هسه دي في 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 الـ في الـ في التطور بتاع الهياكل بتاعتنا هسه بعد التغيير ما شايف أي تمييز إيجابي، ما في أي تمييز إيجابي، بالعكس في مقاومة، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني لما بتكلم عن التمييز الإيجابي زي ما أنا قلت قبل، الغرض منه هو استراتيجية مرحلية، الغرض منها إننا نحن نسد الفرق أو نردم الفجوة يعني. فإذا نحن أصرينا أصلا ما يكون في تمييز إيجابي وما ندي حتى النساء فرص، وحنرجع تاني نقول لا والله المهم المسألة بتاعت أنتم مش المساواة معناها إنه الحاجات تكون التأهيل والكلام اللي بنتكلم عنه ده، نحن أصلا حنكون طوال زي زمان سرعة اللحاق ديك، حنكون ما لاحقين نهائي. كويس ليه؟ لانه اصلا في اشكالات يعني في 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 فجوه كانت، التعليم الرجال بدوا قبلنا، التاهيل بدوا قبلنا، الحركه بدوها قبلنا. عشان كده ما ممكن انت تفترض افتراضا انه
الفجوة دي حتتغطى، رغم أن المرأة السودانية بذلت مجهود خرافي في أنها هي تغطي المسألة دي، مرات على حساب صحتها، مرات على حساب مجهودها البدني، مرات على كده. لكن رغم كده أنا شعر بأنه في مقاومة هسي من الحكومة الحالية للتمييز الإيجابي، رغم أنه موجود بشكل واضح جدا جدا في في الوثيقة في المادة 3 تحت حقوق المرأة. طيب في النقطة بتاعت التمييز الإيجابي حارجع لأستاذ طارق، اللي هي أنت من خلال الأمثلة اللي ضربتها بأنه رفيقاتكم في العمل يعني عدد 14 ل 3، ده بوضح أنه الأحزاب السياسية فيها إشكال بتاعت مشاركة النساء. هل في أي تدابير داخل الأحزاب دي عشان ما تشجع مشاركة النساء والفتيات في أنه يكونوا جزء من العمل القيادي والعمل الحزبي؟ نعم طبعا بالضرورة لابد أنه أتفق مع كل الذي تفضلت به الدكتورة مؤخرا حول موضوع الحاجة، يعني حاجة المجتمع للتنوير بدور المرأة في اللي هو اللي بيكون متبادل، في حاجة ضرورية وملحة للمجتمع بأنه يتنور بالمسائل دي، وده قدر المرأة السودانية إنها هي تتصدى للحاجة دي وتظل بتكافح حتى في الحياة المدنية. القوى السياسية بشكل عام هي مختلفة، تحالف قوى الحرية والتغيير هو تحالف عريض الجميع يعلم ذلك. بالنسبة للقوى السياسية مشاركة المرأة فيها مشاركة بالنسبة للعمل السياسي في داخل القوى السياسية مشاركة واضحة، يعني ما محتاج إنه الواحد يتكلم عن إنه ما موجودة أو هي لكنها تظل ضعيفة. أنا هذه المسألة مش أنا يعني بلغي لوم على المرأة، بل بالعكس أنا بنقول واقع موجود. يعني إذا جبت أي تنظيم شفت عدد عضويته النسوية من عضويته الرجال اللي فيه، الرجال أكثر. يعني دي مسألة الدكتورة قبل شرحت فيها كثير إنه وأنا متفق مع الذي تفضلت به. هذه المسألة انعكست، بس الذي أختلف فيه مع الدكتورة إنه الحكومة الآن أو القوى السياسية الآن يعني كأنما قاصدة عدم التمييز الإيجابي. يعني ما هو حسنا فعلت الوثيقة الدستورية نصت عليها تقاعس الحكومة الانتقالية في إن يعني تنفذ المسألة دي تبقى زيها وزي بقية الحياة الكثيرة في الوثيقة دي ما منفذة. الوثيقة دي في حياة كثيرة ما منفذة. نحن نتكلم الليلة لكن عن حقوق النساء. لكن يعني أيوة أنا فاهم، لكن بقول إنه شنو حقوق المرأة، يعني ما مقصودة، أنا دار أقول إنه ما مقصودة لعينة، يعني إنه إحنا لأنه عشان نرجع البيت نلقى الحاجات جاهزة وكذا، الفكرة ما بالضرورة ما 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 بهذا الابتسار مع التقدير، لكن المسألة كثير من التقاطعات ونحن أنا شخصيا ضدها. ضد إنه ننص على نص في الوثيقة نقول حق المرأة تعمل يكون عندها 40% ونجي نلتف على الحق ده وبأي مبرر واهي. لذلك القوى السياسية على القوى السياسية إنها هي تخضع برامجها وتخضع حاجاتها للدراسة فيما يتعلق بكيفية تعزيز وتشجيع وتحفيز المرأة في إنها هي تلعب دور أكبر من الذي بتلعبه الآن، وده ما بيسقط ولا بينقص أي شيء من مشاركة المرأة طوال هذا يعني طوال السودان الحديث، يعني مش من ثورة ديسمبر أو من 89 انتهاء. المرأة السودانية طوال التاريخ السوداني كانت ملكة وكانت تحكم وكانت العديد من النماذج ممكن نتطرق لها في حينها. يعني حارجع للنقطة بتاعت الأولى، دكتور عاشق بيل ذكرت إنه الليست اللي تقدمت أول هي ما كان فيها نساء، مرة تانية رجعت في النهاية إنه في ظهروا حاكمتين أو واليتين، اللي هو ده تاني بيرجعنا لإنه هل القوى السياسية هي ما جادة في إنه النساء يكونوا في المناصب القيادية؟ بالضرورة هذا الحديث غير صحيح. كيف ما جاد؟ يعني إذا كان الحرية والتغيير في التفاوض زي ما ذكرت الدكتورة كان في امرأة واحدة ده الذي ظهر، لكن ما كانت امرأة واحدة، ما كانت امرأة واحدة. يعني انت نتحدث عن الأستاذة ميربت نسبة النساء كويس، لا ما كانت قليلة. نحن هسه انا الحديث حينما اقول انه هذا الحديث غير يعني غير دقيق ما بيعني انه انا لا، انا مع انه النسبة دي هي ضعيفة ومشاركة المرأة يعني المناصب والمواقع التي تبوأت المرأة لا تمثل الموقف الحقيقي المفروض تناله المرأة. أنا متفق معكم في المسألة دي تماما، لكن كوننا نقول إنه القوى السياسية ما جادة في إنه تتولى المرأة ده كلام كبير يعني على الموقف. يعني
القوى السياسية هي أنا لا أتحدث الآن باسم قوى سياسية. أنا ممكن أقول لك عن في حزبي في حزب البعث العربي الاشتراكي المرأة موجودة في كافة تفاصيل الحزب هياكله كلها موجودة مشاركة بفاعلية وهكذا. كذلك في يعني صعب تتكلم عن القوى عن المرأة في القوى السياسية بشكل عام. لكن أضم صوتي لكلامك الذي تحدثت به إنه على القوى السياسية إنه تراعي المسألة تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي اليومي وإتاحة الفرصة مش تفضلا ولكن لأنه ده الواقع المفروض تمشي في الحركة السياسية. دكتورة عائشة حرجع عليك دي سؤال، هل في رأيك هل أوضاع النساء بعد الثورة تحسنت؟ بشكل عام الأوضاع في السودان في كثير من الحاجات تحسنت طبعا. نحن الليلة قاعدين هسه بنناقش بحرية وفي قناة عامة وكده بنتكلم من غير أي يعني محاذير بتاعت خوف ولا كده. فأنا بفتكر إنه بشكل عام طبعا ثورة يعني كان عندها إيجابيات كثيرة جدا جدا بالذات فيما يخص إتاحة الحريات العامة وإتاحة التعبير عن الرأي والتعبير عن الأفكار وكذا. دي ما يعني ما عايز اثنين ثلاثة ونحن النساء استفدنا من الـ من الـ من البراحة الموجودة دي بشكل واضح جدا جدا. لكن نرجع تاني نقول إنه ما أنت ما كفاية المجال العام يكون مفتوح. نحن محتاجين إنه تكون في المؤسسات نفسها والأجندة بتاعت النساء تكون هي ضمن الأجندة الموجودة. إحنا ضمن الأجندة دي مرات بنتكلم عن وجود النساء لكن بالمناسبة ما بالضرورة يكون بس وجود النساء يعني، لكن إحنا بنتكلم عن إنه يعني 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 التفكير في الأجندة النسوية في خصوصية النساء في كثير من الحاجات. إحنا مرات كثيرة بنقول إن إحنا بنتكلم عن ذهنية كويس. الذهنية دي ما زمن الإنقاذ كانوا في نساء كتار قاعدات في البرلمان، عندنا أكثر من 100 مرة قاعدة صح، وكانوا عندنا وزيرات وكده لكن ما كان في أي كلام أو ما كان في أي نجاح. بالعكس كان في 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 تراجع في حقوق النساء وكان في ترسيخ لمفاهيم كثيرة جدا وفي مقاومة لتغيير قوانين ومقاومة للتوقيع على اتفاقيات من النساء ذات ومن الموجودات داخل البرلمان. وده مهم شديد برضو الناس يفهموه يعني القصة ما مسألة بتاعت بس كده يعني رجال ونساء. نحن بنتكلم عن إنه أحيانا كثيرة لأنه السائد والثقافة العامة في السودان ما قاعد تذكر النساء يعني خلينا نقول بشكل واضح جدا جدا. التفكير هو تفكير لحد كبير إلا تذكروا الناس يعني إنه والله يا جماعة وين النساء وين النساء وين يعني حتى بعد ذاك هم يبتدوا يفكروا فيها. فنحن على بال ما ده يحصل عشان كده بنتكلم عن حاجتين، بنتكلم عن التمييز الإيجابي لسد الفرقة وبنتكلم عن ضرورة مشاركة النساء يعني تكون قاعدة امرأة قاعدة موجودة عشان هي ما 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 يعني 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 تكسر أو تخلخل العقلية الموجودة بتاعت إنه ونحن ما بيتذكرونا دي. فبعتقد إنه المجال موجود لكن نحن لسه ما موجودين في الهياكل ما موجودين في المؤسسات بشكل فاعل جدا جدا في تمثيل للنساء. وأنا من الناس وكثير مننا ضد الفكرة بتاعت التمثيل لأنه التمثيل دي حاجة يعني حاجة تجميلية كده ما هديل نحن يعني جبنا امرأة رئيسة قضاء يعني ولا جبنا كده. لا نحن عايزين يكون في مشاركة حقيقية للنساء وعايزين يكون في أجندة نسوية موجودة داخل المضامين والمؤسسات والقوانين تكون واضحة شديد جدا جدا عشان بعد ذاك ما نقعد نحن تاني طوال نكون راجعين لورا كويس. وده بيرجعني في طريقة أتكلم ولا خلاص لأنه بدي فرصة صغيرة وارجع لك لأنه نحن في ماشيين على خواتيم الحلقة. أوكي طيب اول حاجه من اخر ما تفضلت الدكتوره المشاركه حتى اللي ممكن نسميها مشاركه رمزيه مثلا رئيسه القضاء حينما تكون امراه هذه ليست مشاركه عابره يعني هذه مشاركه محوريه كل العالم العربي والافريقي ما فيه رئيسه قضاء امراه يعني
وهي مشاركة تعزز دور يعني دور المرأة في السودان وتعزز موقعها، ومفروض الناس يعني يستلهموا منها مزيد من المشاركة. غير المشاركة الرمزية، أنا كذلك أتفق مع الذي تفضلت به الدكتور إنه في القوانين، ولذلك السؤال اللي توجهت لها إنه نحن كيف بعد الثورة. أنا شايف إنه في تقدم كبير، كانت ملاحقات النظام البائد للنساء بقانون النظام العام ملاحقات معروفة للجميع، تم إلغاء هذا القانون وهو عمل كبير جدا، وتم العديد من المعالجات ما زالت تنتظر برضو في معالجات متعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وفي معالجات تمت في التعديلات المتنوعة في الأيام الماضية، حق اصطحاب الطفل مع أمه، يعني العديد من الحاجات صحيح هي ما كافية، لكن هو المسألة التغيير ما بتم إلا بالمراحل وبتم يعني بهدوء. الأهم من ذا أن يتم توعية وتغيير في المجتمع بالحفاظ على مكتسبات هذه المرأة المشاركة بالشكل ندي للرجل. يعني ما في، حوقفك يا أستاذ طارق في موضوع التعديلات القانونية اللي هي في موضوع استحاب الأطفال كشات النظام العام. للأسف حاجات دي لسه قاعدة يعني، وحتى في معارضة في تجارب لنساء حكوا تجاربهم إنه لما مشوا خدمات الجمهور إنه يعني القرارات دي ما وصلت. نعم، أنا الذي أعلمه إنه هذه القرارات وصلت وتمت إجازة التعديلات وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي أصبحت ملزمة للجميع. الذي يواجه إشكال زي ده هو يعني القانون كمان فتح له باب للتظلم من الضابط المعني وهكذا، لكن التعديلات دي أجيزت ونشرت في الجريدة الرسمية وبالتالي أصبحت نافذة، يعني لا مجال للتراجع فيها يعني. أيوة، لكن نحن زمان لما كان مقاومة النظام العام الناس دائما بتقول النظام العام هو منظومة، هو ليس القانون فقط، هو منظومة كاملة فيها القانون نفسه وفيها ما يليق عن القانون إذا صح تسمية النظام العام بالقانون، المواد اللي بيحاكموا بها النساء في القانون الجنائي، لكن فيها البوليس نفسه اللي هو بوليس النظام العام، وفيها الفكرة نفسها بتاع ترسيخ فكرة إنه النساء محتاجات يتأدبوا في الشارع يعني، عشان كده كنا والقضاء نفسه، عشان كده كنا بنتكلم إنه ما المسألة ما إلغاء القانون فقط. إذا نحن جادين نحن لازم نكسر المنظومة كلها بتاعة النظام العام عشان المرأة تكون هي ماشية آمنة في الشارع. يعني نحن هسي عندنا حالات حديثة يعني شفنا فيها النساء كيف بيعنفوا وكيف بيضربوا، والمسألة دي بتقابل بكثير من الاستهوان يعني وكده. فدي دي 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 مسألة لازم يعني نخدها في بالنا، يعني إنه تغيير القانون براه وكمان عدم نشره وعدم الحديث عنه للناس نفسهم عشان يعرفوا، دي مهمة شديد جدا. برضو مهم شديد جدا الاتساق بين القوانين، يعني احنا برضو دي حاجة هامانة. يعني هسي مثلا زي التغيير بتاع السفر بالمحظوظ دي هو تم إلغاءه في القانون العام ولا هو بسموه القانون الجنائي، لكن قاعد في قانون أحوال الشخصية والخاص قالوا بلغي العام، يعني أنا ما قانونية لكن يعني عندي ثقافة بعض حاجة يعني، واستقيت حقيقة من شغلنا الكثير جدا في قانون أحوال الشخصية. وده برجعني خديجة لو سمحت لي لمادة هنا يعني أنا قبل بس سريع يا دكتورة لأنه نحن زمننا شارع على الانتهاء، تسريع أسريع بس لأنه لما نتكلم نحن عن الخصوصية، وطبعا هي أنا عارفة أنه مقصود بها أنه يعني أن السودانيين لأنه تعرضنا في عهد الإنقاذ لكثير من الطلحيط ولكثير من كده وكده وكده الهدى المقصود بها، لكن في نفس الوقت دي ممكن تفسر بأنه والله ما يحدث بين الزوج وزوجته وهو حاجة خاصة فيها ضرب الزوجات فيها تعنيف الأطفال، وهسي قاعدين نسمع كلام زي ده كتير جدا يقول لك لا 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 دي ما حاجة خاصة الناس ما يتدخلوا فيها. فمهم شديد جدا جدا نحن المسائل دي يعني ننتبه لها، أو ما يكون لما أنا أقرا الحاجة ما يحصل لبس، يعني ما أفسرها بأكتر من طريقة. طيب نحن زمننا شارف على الانتهاء، ما إنه النقاش كان نقاش شيق جدا، فعايزة أسأل سؤال أخير والإجابة تكون عليه سريعة. كيف إنه نحن نقدم حلول مستقبلية تضمن مشاركة النساء وتضمن إنه نصل للمساواة والعدالة النوعية؟ تبدلين ولا؟
استاذ تفضل. طيب اول حاجه في الوثيقه الدستوريه للاجابه على التساؤل ده، في الوثيقه الدستوريه ايضا في الماده المتعلقه بانشاء المفوضيات ذكرت الوثيقه الدستوريه في الفصل الثاني مهام تحدثت عنها قبل الدكتور الاستاذه نوال ابو قصيصه، لكن في المفوضيات نصت عليها الوثيقه نصا 7 مفوضيات، من بين هذه المفوضيات مفوضيه المراه والمساواه النوعيه. وعشان نعزز دور المراه ونعالج الاشكالات المتعلقه بعدم الاستجابه لكثير من النصوص، انا شايف انه تتركز يعني دور المراه والناشطين او الناشطات عفوا في مسائل في مفوضيه المراه دي، عشان تبقى للحكومه المدنيه دي بمنتهى الوضوح تقدم الدراسات تشوف المسائل دي يتم معالجتها كيف. وهذه المفوضيه مهمه جدا من اجل يعني تثبيت الملاحظات اللي تفضلت بها الدكتوره هنا والملاحظات العديده اللي قدمنا الناشطات السودانيات في مختلف المواقع. دكتور عائشة، انا بتفق معك يا استاذ طارق، وعايزه اقول انه مفوضيه المراه والمساواه النوعيه بالنسبه لي مهمه شديد، لكن انا دايره اقدم مناشده من خلال البرنامج ده للسيد رئيس الوزراء، انه المفوضيه دي بالتحديد احنا اشتغلنا عليها وعدينا المقترح بتاعها من الالف للياء وسلمناه له من اول 3 شهور من تكوين الحكومه دي ولم نسمع عنها اي حاجه. فهي مفوضيه مهمه شديد جدا لانه بتضع السياسه العامه للنساء، لكن عايزه اقول برضو يا خديجه انه نحن النساء وبالذات الحركه النسائيه او الحركات النسائيه في السودان عندهم مسؤوليه كبيره جدا، وحان الوقت انه نحن نخلي الخلافات اللي عندها علاقه بالقبيله وعندها علاقه بالحزب وعندها علاقه بالجهويه ونلتفت للقضايا اللي بتهمنا، لانه في النهايه الصراع ده اذا ما نحن كنا فيه في البدايه في المقدمه ما حنقدر نمشي لقدام ونخترق العقليه الذكوريه اللي اصلها هي سايده وحاكمه المجتمع السوداني. طيب في ختام الحلقة بشكركم جزيل الشكر إنكم كنتوا ضيوف في الاستوديو، حاولنا من خلال الحلقة إنه نناقش القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، وأكيد حتكون عندنا حلقات تانية. شكرا للفريق العامل في الاستوديو، الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة. شكرا.